ثالث حاجة تخليك تفرح التوبة، ودي برضو واضحة في أحداث القيامة. ليه؟ شك التلاميذ خطية وصلهم ان هم يخزلوا ربنا، كان قايل لهم ليلة صليبه اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، وشوية قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة، وقال له بطرس يا بطرس ابليس طلب ان يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخواتك. كلهم بدون استثناء يعتبروا في حالة خطية، مش لازم يوصلوا لحالة انكار زي بطرس، بس كلهم اخطأوا، اخطأوا على الاقل بالخوف، اخطأوا بالشك، اخطأوا ان هم ناموا زيادة وما صلوش معاه. ايه اللي يزيح النكد المرتبط بالخطية؟ مفيش غير التوبة. كلهم بكوا زي بطرس، بس يمكن اللي ذكر بالتركيز بطرس لان عملته كبيرة، بكى بكاء مرا. دموع التوبة طريق للفرح الروحي. لو انت مخاصم انسان ما تدورش انك تفرح بربنا، مش هينفع، لازم تسامحه ولازم تصلي له ولازم تصلحه بأي درجة، وبعد كده اقول لك ممكن تفرح ولا لا. لكن طول ما بينك وبين شخص في عداوة خلاص مفيش مجال للفرح الروحي. الفرح الروحي ده مرتبط بانك انت تائب راجع لربنا، واخد موقف ثبات في المسيح، قال له متى رجعت ثبت اخوتك. فيبقى لو انت بتقرا الانجيل ومع كده لسه مش فرحان، عندك ايمان ويعني على قدك لكن مش فرحان، اقول لك طب بص يمكن تكون في خطيه هي اللي منع الفرح. يجوز في ادانه كتير، في نميمه زياده، في تكبر او افتخار، في سوء ظن، في كلام بطال لا يليق، في وقت ضايع كتير، في اهمال في صلواتك، ما اكيد في خطيه. طب ما تتوب. اذا التوبه هنا تستعيد الفرح. شايفين تعبير المزمور اللي بنصليه؟ رد لي بهجه خلاصك. يعني ايه رد لي بهجه خلاصك؟ يعني يا رب لما برجع اغلط فرحه الخلاص بتروح مني، الفرح بالخلاص بيهرب مني. يعني تبقى طالع من التناول فيها بهجة خلاص، دي المسيح بقى ثبت فيك وانت فيه واسمك مكتوب في سفر الحياة ومعاك وعد بالغفران والحياة الأبدية وقضيت ساعتين مع القديسين في الكنيسة والملائكة فرحان، وبعدين تطلع تنسى نفسك وتقول كلمة ملهاش لازمة. يحصل ايه؟ تلاقي زي اللي شدوا الفيشة كده، النور قطع، الغم دخل. طب ده انت متناول الصبح وكان يوم حلو. طب هي تتصلح ازاي دي؟ بالتوبه، ترجع الفيشه تاني. رد لي بهجه خلاصك، يعني يا رب انا اتضحك عليا واتسرقت، الفرحه اللي خرجت بيها من القداس راحت مني، نرجعها، ربنا رحمته واسعه، نرجعها تاني. ديتها تقول له سامحني يا رب من قلبك وساعدني ما اعملش كده تاني، وتستعيد الفرح مره اخرى.